ها يا شيرين، اصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا اونطة؟ انا ما بقعدش غير مع الاغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دافع فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها 500 مره. لك حبيبي روبي رفيقتي من عيلة كتير كبيرة. هاي هاي هاي، بس أكيد مش أغنى من عيلتي أنا. مش عمرك شفت حد فيه شنطة فلوس وراه؟ دي مليانة ما شاء الله. هات يا بنت، هاتي هاتي أنت يا ابني، رج الفلوس لا تعرق في الشنطة. تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي بحب أعرفكم، هيدا عمر خطيبي وهيدا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر، وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. أهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. أهلا حبيبي، أهلا أهلا أهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة، بحب اللبنانية كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. أهلا حبيبي، أهلا. تشرفنا. أهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر تامر حمدي السبرسجي، يخرب بيتك وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائله؟ هيدي اوطى عائله بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة فيه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش أنا سلمت كتير. رش رش سكتي إيدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشربش حاجة ليه؟ يا متر متر، أهلا أهلا، نور يا عمور. أهلا وسهلا فيك مسيو تامر. أهلا أهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منورة بأهلها. أهلا، يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا.